صباح الخير والسعادة على كل مشاهدي برنامج يوم سعيد، حلقة جديدة إن شاء الله تعجب حضراتكم. وطبعا أصبح في الأول على زميلتي نرمو. ازيك يا نرمو؟ صباح الفل يا ديمس. عايزة كمان أصبح على كل مشاهدي قناة المحور، ويوم جديد من أيامنا من يوم سعيد، ويا رب إن شاء الله كده يومكم يبقى زي اسم البرنامج. وعندنا النهارده بقى حاجات كتير هنتكلم برضو فيها، وفقرات حاجات كتير. يعني بقى لنا اسبوعين يمكن بنعيش اجواء جميله جدا بمناسبه مهرجان الموسيقى العربيه، بيتعمل حفلاته في دار الاوبرا. صراحه في اقبال كبير يا نرمين من الجمهور، حفلات كتير متنوعه. انا بس عايزه اسالك سؤال بقى، هل انت بتحبي اكتر تحضري حفلات لايف تروحي تسمعيهم بنفسك، ولا خلاص طبعًا دلوقتي بقى على السوشيال ميديا يوتيوب ادخل اسمع الحفله وانا قاعده في البيت؟ بصي، كل ما هو كان بالنسبه لي قديم انا يعني نوستالجيا. يعني كنا يمكن زمان انا على جيلي كنا حفلات بقى في الساحل، بس كان الساحل الطيب مش الشرير. كان حفلات للفنان عمرو دياب، هشام عباس، ايهاب توفيق، محمد فؤاد، ده الجيل بتاعي انا. لا، كنت احب احضر الحفلات دي على زمان. دلوقتي احب جدا جدا جدا. وخلي بالك زمان برضو كنا حتى نحب نروح نحضر مسرح. يعني فكره المسرح وان الفنانين قدامك وقاعدين بيمثلوا وبيغنوا، لو كمان في مسرحيه استعراضيه بتبقى لطيفه جدا. انا بالنسبه لي لا، انا احب احضر الحاجات لايف. يعني احب طبعا اكيد اسمع واشوف على اليوتيوب والكلام ده كله، لكن لا، لايف. بس خليني اقول لك انه حتى لو اكيد لايف ليها طعم مختلف واستمتاع بطريقه يعني مختلفه. طبعا طبعا. واعتقد انت كمان بتحب، بس انتوا بقى انا الاثنين، انا بعمل اثنين زيك. يعني لما لو عرفت اروح طبعا بروح، لكن لو لا عادي بفتح اسمع كده وانا قاعده في البيت وانا في العربيه ايا كان. بس بحب اسمع المغنيين لايف يعني. وخلينا نقول ان مهرجان الموسيقى العربيه يا جماعه هو كمان مش للجيل القديم بس، او مش للجيل بتاع زمان بس، لا خالص، هو على فكره برضو للاجيال الجديده. يعني في حفلات للفنان تامر عشور، احمد سعد، مزبوط. يعني لكل الاعمار والاجيال. فيعني دي دعوه برضو ان انتوا تروحوا تحضروا الحفلات في مهرجان الموسيقى العربيه، ولكل الشعوب. زي ما احنا عارفين هو مهرجان الموسيقى العربيه، فكل الدول الحقيقه هتلاقي نصيب ليها هناك. مش هتشربي قهوه؟ يلا بينا نشرب قهوه واعمل لك القهوه. هي خلصان، انا تقريبا عملتها قبل ما نبدا، احطها لك. وعلى بال بقى ما دي ما تشرب قهوه، خلينا نطلع لفاصل ونرجع. تسلمي. نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني. دلوقتي جه ميعادنا مع فقره برجك بيقول لك، واستعراض لتوقعات الابراج مع خبيره الابراج عبير فؤاد. تعالوا نشوف رسائلها ليكم ايه النهارده ونرجع لكم مره تانية. اهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهارده هنتكلم عن الحاله الفلكيه ليوم الثلاث 22 اكتوبر، وهنشوف تاثير الحاله الفلكيه في اليوم ده هيكون ايه على كل الابراج. النهارده القمر موجود في برج السرطان من الساعه 2 الى 10 الفجر. اليوم كمان بيبدا واورانوس بيتراجع في برج الثور، والمشتري بيتراجع في الجوزاء، والمريخ موجود في السرطان، والشمس في الميزان، وعطارد في العقرب، وفينوس في القوس، وبلوتو في الجدي، وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل عندكم القمر في وضع معاكس معاكم، فخدوا بالكم في التعامل مع الأهل والقرايب والأصحاب، ممكن تكونوا عرضة لسوء تفاهم فحافظوا على اللباقة. ممكن كمان تكونوا عرضة لاستفزاز أو لتدخل في شؤونكم أو لنقد سلبي، فحاولوا تكونوا جاهزين أنكم تردوا بلباقة وتكونوا هاديين، ما تفقدوش أعصابكم. نروح بعد كده لبرج الثور. مواليد الثور عندكم القمر في منزل العلاقات، بيديكم يوم هايل لتوطيد علاقتكم بكل اللي حواليكم على كل الأصعدة، مع الأهل والقرايب والأصحاب، وكمان مع الزملاء والرؤساء في الشغل. تقدروا في اليوم ده تعملوا لقاءات مهمة، لو عايزين تاخدوا مواعيد مهمة هتعرفوا تتكلموا حلو، تبرزوا مواهبكم، تعرفوا بسرعة تتصرفوا في أي مواقف مفاجأة، وتعرفوا كمان تتفاوضوا كويس على حقوقكم، وتقدروا تقنعوا أي حد باللي انتوا عاوزينه.
نروح للجوزاء ومواليد الجوزاء، عندكم القمر في المنزل الثاني بيخلي تركيزكم اقل، فانتم محتاجين انكم تاخدوا وقت كافي في مراجعه اعمالكم او في مراجعه الحاجه اللي بتعملوها في الشغل علشان تتفادوا اي اخطاء. كمان مواليد الجوزاء في الفلوس، خدوا بالكم يوم مش مناسب لاي مغامرات في بيع او شراء، وضروري تحطوا حد للمصاريف اللي مش ضرورية، يعني ما تسيبوش نفسكم للتبذير والرغبة في الصرف تسيطر عليكم. نروح لبرج السرطان ومواليد السرطان، عندكم طول اليوم القمر في برجكم بيديكم منتهى السحر والجاذبية، وتعرفوا تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بذكاء، وكمان تكسبوا الإعجاب بيكم وخصوصا إعجاب الجنس الآخر. نروح للأسد ومواليد الأسد، القمر في منزل الصحة السلبي بيخلي طاقتكم البدنية أقل، انتم محتاجين تاخدوا وقت كافي من الراحة وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة لأن الطاقة مش كبيرة. مهم كمان مواليد الأسد تحافظوا على السرية والكتمان، بلاش تتكلموا عن أخباركم ولا خططكم، وابعدوا عن الفخر بنفسكم. نروح للعذراء ومواليد العذراء، القمر في وضع داعم في الشغل وكمان في الحياة الاجتماعية، فأشوف إن ده يوم هايل، تقدروا لو أنتوا في وظيفة تقدروا تكسبوا دعم الزملاء والرؤساء بسهولة، ولو عندكم مشاريع خاصة هتقدروا تعملوا تنمية لمشاريعكم. كمان هو يوم حلو في الخروج مع الأصحاب، هتلاقوا أصحاب مخلصين بيقفوا جنبكم ولو بنصايح مخلصة. نروح لبرج الميزان ومواليد الميزان، القمر في وضع معاكس معاكم، فخدوا بالكم بالذات في الشغل لازم تشتغلوا بدقة عشان ما يتمسكش عليكم أي أخطاء. كمان ممكن تبقوا مضغوطين بشغل كتير، فرتبوا أولوياتكم عشان تعرفوا تتغلبوا على أي شعور بالتشتت. مهم كمان ما تدخلوش في أي مناقشات حادة أو جدال مع الزملاء والرؤساء في الشغل عشان تتفادوا أي سوء تفاهم. نروح للعقرب ومواليد العقرب، عندكم يوم يعتبر من أفضل الأيام بالنسبة لكم خلال الشهر ده، عندكم بصيرة تساعدكم تاخدوا قرارات سليمة وتمشوا في الاتجاه اللي يخدم مصالحكم. كمان تقدروا تلتقطوا الفرص اللي تعملوا من خلالها مكاسب مالية، عندكم كمان رغبة في المعرفة أكتر تساعدكم تعملوا تطور إيجابي في مستواكم المهني أو الدراسي لو أنتوا في مراحل دراسية. تقدروا كمان تكونوا موفقين في السفر، لو بتسعوا العمل في الخارج هتكونوا موفقين في أي انترفيو مع الخارج. كمان لو شغلكم بيتطلب تعاون مع الخارج هيكون تعاون مثمر لو اتعمل في اليوم ده. عموما هو يوم مناسب للرحلات وللسفر سواء شغل أو فسحة. نروح للقوس ومواليد القوس، القمر عندكم في منزل المدخرات يساعدكم انكم تديروا النواحي المالية بحكمة، ويوم مناسب كمان لتخليص اي امور بنكية او اتخاذ قرارات خاصة بتنمية مدخرات في البنوك، تقدروا كمان تخططوا حلو لمستقبلكم المهني. نروح للجدي ومواليد الجدي، عندكم القمر في مواجهتكم، فضروري تاخدوا بالكم يوم مش مناسب ابدا للمغامره في البيع او في الشراء او في توقيع الاوراق، وكمان لازم تكونوا ملتزمين في النواحي القانونيه لان اي مخالفات في القانون او المرور هيكون سهل اكتشافها، برضو في الحركه وفي السواقه اتحركوا بالراحه وسوقوا بالراحه حفاظا على سلامتكم، ولو متجوزين حاولوا تتجنبوا اي صدام مع شركاء الحياه وما تصعدوش المواقف. نروح للدلو مواليد الدلو، القمر عندكم في منزل الصحة الإيجابي، فبيديكم طاقة ونشاط وتقدروا تنجزوا شغلكم على أكمل وجه وتقوموا بالواجبات اللي عليكم على أكمل وجه سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية، وكمان تعرفوا تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم.
نروح للحوت ومواليد الحوت، عندكم القمر في منزل الحب بيديكم طاقة عاطفية وتقدروا تأثروا حلو في الشخص اللي انتم مرتبطين بيه، ده لو انتم مرتبطين. كمان في الشغل تقدروا تثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه، ولو عندكم أولاد هتعرفوا تتفهموا وتتواصلوا بصورة أفضل مع أولادكم. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة يوم جديد ويوم سعيد. بعد ما سمعنا التوقعات الأبراج، جه وقت بقى الضحكة. ضحكتنا النهاردة للفنانة ويزو، تعالوا نشوف ونرجع لكم مرة تانية. من حالة الطقس بقى للمعلومة اللي بتهم حضراتكم، اللي احنا بنحب نقدمها لحضراتكم كل يوم، وطرق الوقاية من الجلطات الوريدية، تعالوا نشوف ونرجع لحضراتكم مرة تانية. دلوقتي بقى خلينا نفوق بشويه تمارين كده صباحيه مع كابتن يوم سعيد، خلينا نشوف هو محضر لنا تمارين ايه النهارده، نشوف ونرجع لكم. صباح الخير مشاهدين قناة المحور، برنامج يوم سعيد معاكم كوتش استان من وورلد جيم جراي سكوير. النهارده هنكمل مع بعض باقي تمرين الشولدرز. هنستارت مع بعض لاترال ريز بالدمبل، غير التمرين هنعمل فرونت ريز بالدمبل، ظهرنا مفرود، بعد كده هنعمل لاترال ريز على الكيبل كروس. سويتش الدراع الثاني، هنختم مع بعض تمرين النهارده بلاتر ريز بالايزي بار. ثري سيتس 10 ريبيتيشن. كده يبقى خلصنا مع بعض تمرين النهارده، انتظرونا الحلقه الجايه في برنامج يوم سعيد. اكيد بعد ما بنتمرن اكيد بنبقى عايزين ناكل، جعانين جدا، فهنسيبكم دلوقتي مع شيف يوم سعيد هيقول لنا النهارده احنا هنفطر ايه، وبعدها هنبدا اولى فقراتنا الحواريه. صباح الفل، حلقة جديدة ويوم سعيد، هنعمل مع بعض فطار سهل وسريع زي ما عودناكم. والنهاردة فطارنا هيكون سندوتشات توست بالجبنة الحلوم. المكونات هتنزل قدامكم على الشاشة، صوروها. والمكونات بتاعتنا هي شرايح توست، جبنة حلوم، زيتون اسود مخلي، زعتر، شرايح طماطم وملح وفلفل. هنبتدي أول حاجة إننا نقطع الجبنة الحلوم مكعبات صغيرة،
هنقطع الجبنه كده مكعبات عشان تبقى مختلطه جوه التوست وتكون ترتيبها اسهل، ونعرف نقلبها مع المكونات كويس، فتاخد طعم الزيتون، تاخد طعم الزعتر. وفي الوصفه دي ممكن تستعملوا جبنه فيتا يوناني او جبنه حلوم او جبنه عكاوي، يعني اي نوع جبنه بتفضلوه يكون صلب مش جبنه كريمي. ممكن كمان جبنه موتزاريلا تكون لطيفه في الوصفه دي. ممكن اقطع كمان قطعه. لو حابين تستعملوا الجبنه تكون مبشوره برضو ده اوبشن لطيف وهيكون مناسب. وبما انه رجعنا الشغل والمدارس فحلو ان احنا نعمل ساندويتشز كده تكون مختلفه غير التقليديه اللي احنا متعودين عليها. هنخلط الزيتون، شوية زعتر، ورشة من الملح بسيطة عشان الجبن الحلوم اوريدي بيكون فيها نسبة ملح والزيتون فيه ملح، فخليكوا حريصين. وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض كده. وبعد كده هناخد شرايح التوست بتاعتنا، هحط كمية مناسبة. خلينا بس نحاول نفرد شرايح التوست كده من النص عشان يكون الجبنة ليها مكان تقعد فيه. ممكن تستعملوا توست أسمر، ممكن تستعملوا توست اللي فيه الحبوب الكاملة، نوع العيش اللي بتفضلوه، وممكن حتى تستعملوا تورتيليا وتعملوا رول بدل ما هو توست أو كده. هنحط الطبقة التانية. ولو تلاحظوا أنا حاولت، خلينا نوزع المكونات كويس، أنا حاولت ما أحطش على الأجناب على قد ما أقدر من الخشب عشان أعرف أقفل التوست، فبنحطه كده وبعد كده بندوس عليه كده من الجناب عشان الخشب يقعد جوه. هنعمل ساندوتش تاني عشان تشوفوا. خلينا ناخد شريحة أكبر، بنحط الحشو وبنسيب الأجناب فاضية. نحط الطبقة التانية ونضغط كويس. وهنحط دلوقتي الطاسة بتاعتنا على النار. ساندوتش زي ده ممكن تكتفوا بيه كده، ولكن انا بحب احمصه عشان التوست يكون مقرمش والجبنه شويه تسخن وتختلط بالنكهات اكتر. فحطيت الطاسه بتاعتي على النار، خليني اعلي الحراره. هنعلي النار. ونحط نقطة زيت بسيطة بس كده عشان تدينا لون حلو للتوست. وهنوزع التوست ده، يعني احنا مش هنوزعه، احنا هنشيل بس الزيادات عشان عايزين الساندوتش بتاعنا يكون خفيف وما يكونش مزيت من بره. ولما نحس ان التوستة بتاعتنا بدأت تسخن هنحط الساندويتش. وهنحمصه بالدرجة اللي تفضلوها. ووصفة زي دي زي ما قلت لكم هي ممكن تكون اوبشن سهل وسريع جدا، فيعني وصفات زي دي بتسهل كتير الحياة على الستات اللي بيشتغلوا، والرجالة كمان دلوقتي في رجالة كتير بيدخلوا المطبخ
واحنا دايما بنشجع الرجاله ان هم يدخلوا المطبخ. الساندوتش بس نتاكد تمام، بدا يتحمص حلو جدا، مش محتاجين ياخد وقت كتير على النار زي ما قلت لكم، بس ياخد لون خفيف ونقلبه. احنا كل اللي محتاجينه انه الزيتون يسخن، الزعتر يسخن، نكهتهم تختلط بنكهه الجبنه، والتوست ياخد تحميصه ظريفه، ويبقى الساندويتش بتاعنا جاهز. تقريبا خلاص كده، انا بالنسبه لي الساندويتش ممتاز، مش محتاجه اكتر من كده. خلينا ناخده على التقديم. هقطع الساندويتش نصين، وبكده نكون خلصنا وصفة الفطار بتاعت النهاردة. وبما انه طول الوقت بنحتار فهنعمل اكل ايه، فهنزل لكم وصفة للغدا على الشاشة، شوفوها وبإذن الله تعجبكم. أتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة. خلينا نبقى متفقين ان يعني في ظل تغيرات حاجات كتير جدا في حياتنا بسبب التكنولوجيا، فحاجات كتير اتغيرت، منها ان احنا مثلا بقينا نشتري على طول اونلاين، يعني المولز والحاجات دي ناس كتير ما بقتش تنزل المولز او المحلات التجاريه علشان تشتري، فبالتالي ظهر حاجه اسمها التجاره الالكترونيه. في ناس كتير بقى بتتكلم عنها وعن ان هي زي ما ليها اكيد يعني ايجابيات، اكيد هي كمان ليها سلبيات. طيب ازاي اقدر احقق المكاسب دي، او ناس كتير تقدر تحقق المكاسب دي؟ ده اللي هعرفه من خلال ضيفي اللي منورني النهارده، المهندس محمد الحرسي، خبير تكنولوجيا المعلومات. يا أهلا، صباح بحضرت. الفل على حضرتك. صباح الفل وشكرا. يومك زي الفل وسعيد ان شاء الله. يا رب جميعا، شكرا جزيلا. صباح الفل ويومك سعيد. صباح الفل. ابدا مع حضرتك بان احنا مثلا ندي نبذه للناس، ايه هو التجاره الالكترونيه او الاي كوميرس؟ التجاره الالكترونيه الحقيقه هي يعني بكل بساطه كده العمليات التسوق الرقمي او التسوق عبر المنصات الرقميه، والعمليات اللي بنشتري بيها يعني كل يوم دلوقتي بقينا بنطلب كتير من المتطلبات الاساسيه في حياتنا اليوميه عن طريق منصات رقميه بتقدر توصل لنا المنتجات بشكل مباشر عن طريق تطبيقات الكترونيه موجوده. حتى يعني السوبر ماركت دلوقتي بقى يعني بعض المنصات بتتيح فكره ان مش صح. محتاج خلاص انزل السوبر ماركت واقدر ان انا احنا اعمل كل الزرار، يعني نضغط على الزرار هي سهلت الحقيقه الحياه بشكل كبير. النقله النوعيه دي حصلت الحقيقه بعد كورونا، احنا يعني كورونا الحياه تغيرت تماما، ونسبه واللي يعني كان النصيب الاكبر الحقيقه راح للتسوق عبر المنصات الرقميه. يمكن دي كانت فرصه كبيره للموضوع الاي كوميرس ان هو ينتشر، انه يبقى واضح وينتشر. حاجه كمان اللي كانت واضحه سهوله فكره الدفع الالكتروني، المدفوعات الالكترونيه اتغيرت بشكل كبير. بنتكلم عن مصر، يمكن عندنا بقى المواطن بيثق قوي دلوقتي بنسبه كبيره في انه يدفع خلاص اونلاين. شايفين احدى التطبيقات يعني معروفه زي انستا باي، يعني سهلت تجربه الحقيقه جدا جدا تحويل الاموال، وبقت خلاص انا بعتبر هذا التطبيق الحقيقه نقله نوعيه في مصر. احلى اختراع. هو اختراع فعلا، سهل جدا فعلا. سهل يعني الحاجات اللي فاتت كل فئات المجتمع، احنا يعني كنا بنقول دايما اللي بيتعامل مع هذه التطبيقات بعض الفئات اللي ليها درايه بهذه التطبيقات التعاملات او انه يثق يحول الاموال. لكن انستا باي خلاص بقى نشوف دلوقتي سوبر ماركت بيقول لك حول لي انستا باي. فبالتالي هذا التطبيق احنا يعني الواحد سعيد حقيقه ان مصر تمتلك القدره، وطبعا يعني احنا عارفين ده بيشرف تحت اشراف البنك المركزي المصري. والحقيقه نقل المحافظ الالكترونيه نقلت الحقيقه برضو، سهلت تجربه المستخدم لان تقدر تدفع دلوقتي عن طريق بعض المحافظ الالكترونيه.
وبالتالي زودت حتى فرص ان الناس تقبل او المستخدمين يقبلوا على الشراء عبر منصات الرقميه. طيب خلينا نقول ان كل حاجه ليها ميزه وليها عيب، فخلينا نتكلم عن التجاره الالكترونيه. خلينا نقول برضه هي ايه مميزاتها وايه كمان عيوبها؟ مميزاتها هقول رقم عالمي ثم اجي سلط الضوء على مصر تحديدا. اوكي. او بشكل عالمي مميزات طبعا والسلبيات. 36 تريليون دولار ده المتوقع نسبه العائدات من التجاره الالكترونيه او حجم التعاملات على التجاره الالكترونيه عالميا بحلول عام 2026. 2026 يعني سنتين كده نقدر نصل الى هذا الرقم. سنه وشويه يعني خلاص. واقل من سنتين نقدر نصل الى هذا الرقم، فبالتالي ده للبزنس تو بزنس، يعني ايه؟ المحلات التجارية اللي عندها حسابات أو بتقدر تعرض المنتجات والبضاعة بتاعتها من خلال منصات اللي بتبدأ تعرض هذه المنتجات. طيب الأفراد 5-8 تريليون دولار بحلول 2026، الأفراد بقى اللي هم بيشتروا. فبالتالي حجم الحقيقة التعاملات، الأرقام أرقام كبيرة جدا وقد تصل إلى أكثر من كده. طيب عيوب ايه؟ المزايا، هبدا بالمزايا. المزايا احنا كلنا خلاص لامسين، الحياه بقت صعب جدا حضرتك تستقطعي من وقتك كده انك تنزلي تعملي التسوق بشكل تقليدي. فبالتالي بعض المنتجات الحياتيه اللي بنحتاجها على مدار اليوم محتاجين ان احنا يعني نشتريها في اسرع وقت ممكن. التنافسيه وتقييم المنتجات، انا لما بروح اشتري منتج صعب ان انا اشوف الراي المستهلك او اللي اشتراه قبلي ايه في لو انا نازل بالطريقه العاديه. الميزه المنصات الرقميه انها بتتيح ان حضرتك على طول تشوفي تقييم المنتج ده ايه، فبالتالي تقبلي عليه او لا. ده حاجه. الحاجه الثانيه التنافسيه، المنتجات لما تكون معروض على المنصات الرقميه التنافس والعروض، والميزه بقى لما بيكون تطبيقات الكترونيه فتلاقي على طول بيجي لك اشعارات ان المنتج ده حضرتك حطيتيه في السله بتاع يعني حطيناه في السله بس ايه المبلغ بتاعه كبير دلوقتي، ده نوع من الضغط شويه على العميل ان هو يشتري. صح. بس بيحصل ايه بقى لما منتج معين بيتحط في السله، هنقول 10,000 شخص حطوا منتج معين في يعني ان هو خلاص هو عايز يشتريه، فبيحصل ايه؟ بيحصل عليه عرض على طول طالما المنتج ده بقى بارقام كبيره، فبيجي اشعارات للمستخدمين ان الرقم مثلا بقى من 1000 جنيه ل 500 جنيه، فعلى طول بيتحقق هنا عمليه شراء. فبالتالي ده كان صعب جدا اللي بيعرض المنتج او المستهلك او اللي بيستخدم، صعب انه ياخد الامتياز ده الا في حاله وجود التجاره الالكترونيه. العيوب، العيوب طبعا نمط الاستهلاك زاد، يعني احنا نيجي بالليل كده بعد يوم شغل نلاقي شويه حاجات احنا مش محتاجينها خالص، بس هي شكلها طبعا وعرضها وطريقتها تخلينا يعني تجتذبنا ان احنا نشتريها. طبعا يعني احنا دايما بنوعي ان كل ما هو انت مش محتاجه ما تشتروش من اجل انك تشتريه، فبالتالي دايما بعض العيوب ان نمط الاستهلاك بيزيد لحد كبير. ولكن العيب الاخر ان انا اشتري من منصات رقميه او من منصات تجاره الكترونيه غير معروفه. ودي مشاكل بنوعي دايما ان انت لما حضرتك بتشتري من مكان زي لما بتروح تشتري من محل في مول او محل بره المول، انت لازم يكون له سمعه كويسه تقدر ان انت لما ترجع المنتج جالك غير ما اشتريته تقدر ان انت ترجعه. وسمعنا الكلام ده الفتره اللي فاتت يا فندم ان بعض المواقع يعني بيقول لك حد طلب موبايل وجاله للاسف سيراميك، حته سيراميكا جوه. ده غش طبعا تجاري طبعاً. ولذلك المهم المنصه تكون منصه معروفه موثقه عليها عمليات شراء، عليها اقبال. بشوف برضو بدفع ازاي، حسابي محطوط فين، انا بسجل على المنصه وبحط بعض البيانات البنكيه على المنصه عشان بالظبط هل بياناتي امنه بقى 100% لو حطيتها على اي، او امتى اعرف ان المنصه دي امنه؟ هو عليها في قاعده كده لا شيء مؤمن، يعني احنا دايما بقولها كده مفيش حاجه على كوكب الارض مؤمنه 100% اصلا، ولكن دي قاعده ماشي. بس خلي عشان كده بنوعي ان احنا لازم سلوكك، يعني مثلا لما بيجي احط البيانات البنكيه بتاعتي ما خليش المنصه تحتفظ، يعني بيقول تذكر البيانات البنك الاكونت بتاعي او حسابي. لا انا ما بعملش كده،
كل مرة أدخل حسابي البنكي. الحاجة التانية لازم أتأكد منصة في منصات معروفة وعليها تعاملات، يعني مش عايز أذكر أساميها طبعا لكن هي معروفة. هذه المنصات مهمة جدا. أشوف كمان أن لما باجي أدخل بياناتي البنكية حتى لو أنا هشتري أو لو فيها ميزة الدفع عند الاستلام، أنا دايما أحب بقى الكلام ده. أنا أحب أدفع على فكرة بالفلوس، أنا بالأرقام العالمية مش مصر بس. الكل بيحفز أو بيفضل بيحبس فكرة انه يشتري، انه يدفع وقت استلام الحاجة. ليه؟ بيبقى عنده وقت يبص على الحاجة، عنده وقت يتأكد الحاجة سليمة او يدفع. انا من الاشخاص اللي ما بيبقاش معاها كاش خالص، بطلت بقى الفيزا، فانستا باي بقى سهل ده بكتير. يعني انا بيجيلي عند الباب بحوله عادي انستا باي. هو دلوقتي اللي بيجي بيوصل، يعني بعض اللي بيوصلوا المنتجات يقدر ان هو معاه البي او اس، يقدر ان هو يدفع بالفيزا. طب لو انا هحط حساباتي البنكية، مهم ان انا بقى اتأكد ان حساباتي البنكية في منصة موثقة، وزي ما بأكد تاني ان انا ما اسيبش الحساب بتاعي واخلي المنصة يعني تتذكر بياناتي او حساباتي. لو ما احتفظتش فهو من نفسه كل مرة ادخل بياناتي كل مرة. بالظبط بالظبط تمام. ومن عيوبها اعتقد كمان ان بقى المولات والمحلات التجارية برضو في حالة من الركود للأسف، ان الناس بقت تكسل تنزل. فأعتقد المحلات دي برضو يعني أنا والله صعبانين عليا من دايقالهم. يعني هو طبعا عالميا، خليني أقول لحضرتك إيه اللي حصل. بقى في دلوقتي متاجر حضرتك بتدخلي المكان من غير خالص ما يكون فيه موظفين جوه المكان. حضرتك بيبقى عندك تطبيق، وده يعني إن شاء الله أعتقد 2025 هنلاقي ده بشكل كبير. تدخلي حضرتك مسجلة على التطبيق بتاع المتجر ده، بتدخلي من أول، وهو لما حضرتك بتدخلي المكان كله بأنظمة انها تقدر حضرتك سحبتي حاجة في الـ في الـ يعني في الـ في الباسكت بتاعتك او الكار بتاعتك، بتبدأ تحسب تكاونت الرقم او المبلغ. أوكي. بعد كده حضرتك خلصتي خلاص رحلة التسوق داخليا، بتخصم على طول من حضرتك وانت خارجة من الجيت، بتخصم الفلوس وبعد كده البوابة بتتفتح. ده موجود عندنا في مصر؟ أو يعني اعتقد لحد دلوقتي التجربة دي بالكامل غير موجودة، ولكن قريبا لان الحقيقة انتشرت. يعني انا شفتها في دول عربية وشفتها على مستوى العالم، بقت موجودة بشكل كبير. لو عايزة ارجع حاجة مثلا خدتها، عايزة ارجعها، حضرتك هترجعيها وتتخصم وترجع لك تاني ريفاند نفس التجربة. أوكي. فده من غير بني ادم، تجربة تسوق بقى مختلفة خالص عن حاجة. دي حاجة مرعبة على فكرة، مش حاجة تطمح. يعني احنا بنحب دايما يقبى في عنصر بشري موجود، لكن عالم خلاص رايح للفكره دي. طبعا مرعبه برضو، في برضه عماله موجوده جوه هتبقى مش موجوده وخلافه. فكره ان المحلات اللي موجوده في المولات، مش عايز اقول 90% منها بقى ليها منصات تسويقيه، بقى ليها المحلات اللي ليها فروع، بقى ليها موقع الكتروني بتبيع عن طريق الموقع الالكتروني بتاعها، وده شيء جيد. لذلك بنقول ايه، انت حضرتك بتقدم منتج معين، ممكن يبقى مش لازم بتعرض على منصة شهيرة للتجارة الإلكترونية، ممكن يبقى حضرتك ليك موقع إلكتروني بتعرض من خلاله المنتجات بتاعت حضرتك. وده يتطلب انك تفهم تقدم سهولة في إقبال المستهلك، ان هو بيستخدم التطبيق بسهل، يشتري بطريقة سهلة، يدفع بطريقة سهلة. الشركة اللي بتنفذ له التطبيق ده يبقى شركة برضو تقدر تقدم له منصة إلكترونية تتوافق مع معايير التأمين. ليه؟ لأن حضرتك أنا بحط حسابي على المنصة، بحط بياناتي، فبالتالي مهم جدا أن أنا أدرس المنتج اللي حضرتك بتقدمه كويس عشان أبني لك منظومة جيدة وتقدر تقدم لك خدمات سهلة. يعني سوبر ماركت بقى بيبقى دلوقتي عن طريق الواتساب وبيعمل دعاية عن طريق الواتساب. ده خطير. يعني أقصد أن خلاص كله بيبحث عن أدوات، كله شايفين على السوشيال ميديا بقى بيسوق للمنتجات بتاعته. فالمسألة اتغيرت على مدار السنتين اللي فاتوا بشكل كبير جدا، والطرق بقت أسهل. وحتى شفنا ناس بقت تاخد مخزن، بنتكلم عن الناس اللي هي طبعا بتوثق العمل ده وتمشي في الإطار السليم. يعني مخزن، وبتشتري تجارة جملة وتحطها في المخزن، وتعمل حقيقة زي تطبيق حضرتك تقدر تشتري من المخزن بتاعه عشان تكلفة المنتج تبقى بسيطة أو في متناول الجميع. نستغنى عن وجودنا على الأرض، يعني كله دلوقتي بيتجه للتجارة الإلكترونية. مهندس محمد بشكر حضرتك على وجودك معنا، يعني فقرتنا خلصت شكرا. للأسف نورتنا. يومك سعيد حضرتك. إن شاء الله يومنا سعيد جميعا. شكرا جزيلا. النهارده هنكون مع الناقد الموسيقي الكبير أشرف عبد الرحمن عشان نتكلم عن الحدث الفني الكبير اللي بيحصل دلوقتي، مهرجان الموسيقى العربية في دورته الجديدة، دورة 32. مهرجان كبير وليه تاريخ طويل، ودي الدورة اللي تقدمت للفنان الكبير سيد درويش. خلينا نعرف أكتر عن تفاصيل المهرجان وتفاصيل فعاليات الدورة دي من الأستاذ أشرف.
برحب بحضرتك معانا. انا بحضرتك كل مشاهدينا طبعا. يعني احنا بنرحب بحضرتك في يوم سعيد، ويومك ان شاء الله يكون سعيد ان شاء الله. سعيد، سعيد علينا كلنا يا رب ان شاء الله. يعني اختيار الفنان سيد درويش ان هو يكون محور اختيار الحقيقه هو اختيار في منتهى الروعه، اختيار في محله. خلينا نسال، هل انت شايف ان في التوقيت ده هو ده اختيار صحيح ام لا؟ هو طبعا كل دوره من دورات المؤتمر والمهرجان الموسيقى العربيه بتبقى باسم شخصيه فنيه. يعني مثلا في الدوره اللي قبل كده سنه 2022 احنا 23 اتاجلت بسبب الاحداث في غزه، وقتها الاحداث الدميه بتاعه غزه طبعا ربنا معاهم، فاتاجلت وبقت الدوره دي هي الدوره اللي هي تعتبر بتاع السنه اللي فاتت. بنيجي مثلا في ذكريات الفنانين، يعني مثلا في 22 كان اتعملت باسم علي اسماعيل، فنان الموزع والملحن الموسيقي الكبير علي اسماعيل، لان كانت مقاوله علي اسماعيل، كان مواليد 1922. الدوره دي اتعملت باسم سيد درويش السنه دي، لان سيد درويش توفى عام 1923، فكان الدوره لما جينا السنه اللي فاتت المفروض السنه اللي فاتت المفروض، فطبعا السنه اللي فاتت ما اتقامتش الدوره، ما اتاجلت واتلغت، يعني اتاجلت تحلى عملناها في 24. فما كانش ينفع مقاويه سيد درويش هذا الرجل العظيم طبعا اللي محتاج حلقات نتكلم عنه، ان احنا نعدي هذه المقاويه مرورا كده لا، فاضطروا يعملوها طبعا باسم سيد درويش واحتفظوا باسم سيد درويش في الدوره دي. اول حاجه. تاني حاجه، مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربيه، اسمه مهرجان ومؤتمر، في شق في المهرجان محدش يعرفه، وده انا حابب انوه عنه برضه، لان هو ده اولا مهرجان دولي على مستوى العالم، وفي نفس الوقت كان اول دوره فيه اتعملت سنه 1932. وده كان اللي قام بيها الدكتور محمود الحفني، والد الدكتوره تيبا الحفني الله يرحمها، و ده يعتبر اول مهرجان في تاريخ الموسيقى العربيه سنه 1932. وكان الملك فؤاد تحت رعايه الملك فؤاد وقتها، وبعد كده توقف المهرجان والمؤتمر طبعا، وبدأ الدكتورة رتيبة سنة 1992 قالت لازم نعيد هذا المهرجان والمؤتمر مرة أخرى، فقعدته من سنة 92 إلى هذه اللحظة شغالين 32 سنة. هي السنة الوحيدة اللي تأجل كان السنة اللي فاتت، حتى أثناء الثورة وأنا كنت حاضر هذه الدورات أثناء الثورة في 2011 كان برضو بيقام المهرجان. على فكرة كان فضل مستمر، وأثناء كورونا اشتغلنا أونلاين مع ناس كتير. يعني ما توقفتوش، يعني فيش حاجة وقفت تماما. هو التوقف كان السنة اللي فاتت طبعا على الأحداث الدمية بتاعت غزة، وما كانش ينفع كل الفعاليات بتاع وزارة الثقافة كانت توقفت تماما، ومستمرين طبعا. الدورة السنة دي فيها حاجات جديدة، ويعني من ضمن الحاجات ان احنا بنتكلم عن سيد درويش. سيد درويش طبعا كان عامل اوبريتات عظيمه جدا، فالسنه دي قدموا اوبريتات، ودي لاول مره تحصل. ان احنا دايما كنا كمتخصصين بنقول احياء المسرح الغنائي، احياء المسرح الغنائي، لان المسرح الغنائي بيبقى ليه متطلبات معينه، علشان يعني متطلبات صعبه، يعني موسيقيين مع ديكورات مع تمثيل مع، فالسنه دي معهد الموسيقى العربيه قدم مسرحية معروفة جدا لسيد درويش، أوبريت غنائي اسمه العشرة الطيبة. ده كان شيء كويس جدا، وطبعا يعني تعتبر خطوة مهمة جدا لعملية إحياء التراث الغنائي. ناحية تانية في ليالي مثلا ليلة يمنية مثلا تبقى حفلة كلها، انت طبعا أحمد فتحي المطرب والملحن وعازف العود دكتور أحمد فتحي هو اللي بيغني في هذه الليلة. ليلة سورية مثلا، وعد البحري ومجد القاسم المطرب، فدي دي حاجات جديده. المهرجان بيستمر كام يوم؟ مستمر لحد يوم 25 من يوم 11 بادئ. والناس بقى تشارك ازاي؟ يعني اللي حابب يجي يحضر فعاليات الحفلات موجوده، والناس على فكره الحفلات مش عايز اقول لك المسرح كامل. واضح ان كمان انتوا بتعملوا باختلاف البلاد، يعني مش عارفه ليله يمنيه ليله سوريه، يعني كل حد يعني اخواتنا الاشقاء العرب اللي عايز يروح يحضر الحاجه. كلمه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه، يعني شامل الموسيقى العربيه. ناحية تانية الأبحاث العلمية بقى اللي أنا يعني واحد دي من ضمن الفعاليات اللي حضرتك بتقول في المهرجان. اسمه مؤتمر الموسيقى العربية. المؤتمر طول بالصبح من الساعة 10 شغالين لحد الساعة 3 بنقدم أبحاث علمية. اشترك وقدم حوالي 54 باحث على مستوى العالم، جاي من أمريكا وجاي من البرتغال وجاي من لبنان وفلسطين وتونس وسوريا.
بنتكلم في حوالي 54 بحث. تقدمت ابحاث علميه مهمه جدا. والسنه دي كنا طبعا كل دوره بنتكلم عن موضوع معين يهم الموسيقى العربيه. يعني مثلا دوره مثلا عن احياء التراث، دوره عن المسرح الغنائي، دوره السنه دي عن التاثير والتاثر في الموسيقى. ازاي تاثرنا بالموسيقى الغربيه وازاي الموسيقى العربيه اثرت في الغرب، يعني التاثير والتاثر. وانا كنت احد الباحثين، قدمت بحثي في اول يوم، كنت عامل بحث يعني يعتبر من الابحاث الجديده اللي انا عملتها. يعني عملت حوالي 14 بحث دولي، اشتركت كتير في مهرجانات دوليه. فكان البحث ده انا بعتز بيه جدا، لان انا بتكلم عن التاثر بالموسيقى الغربيه، ازاي دخلت الالات الغربيه الاوركستراليه في موسيقانا العربيه. المؤتمر ده ازاي شايفه بيخدم الفن وبيخدم المهرجان؟ المؤتمر المفروض فيه توصيات في نهايه الجلسات. يعني امبارح كان نهايه الجلسات وعملنا توصيات. التوصيات دي بتطلع في الكتاب، طيب، وبيحاولوا ينجدوا يعني الاوبرا ازاي ننفذ هذه التوصيات. هي دي برضو في مشكله، ان عمليه التنفيذ بتبقى في كثير من البنود بتبقى صعبه جدا. يعني بيبقى طبعا محتاجه امكانيات اخرى علشان تتنفذ، ولكن احنا في النهايه التلاقي العلمي بتاع كل علماء الموسيقى على المستوى العربي بيتلاقوا. يعني مثلا اشهر الاساتذه في معاهد الموسيقى في لبنان وفي تونس وفي السودان وفي ليبيا وفي كل الدول العربي الوطن العربي بيتجمعوا في مكان واحد، فبنقعد نتناقش النقاشات حتى الجانبيه بتاعتنا. تبادل ثقافات، تبادل يعني الثقافه طبعا. واحنا بنتكلم دايما في القوه الناعمه، القوه الناعمه بتاعتنا يعني وجودهم هنا في مصر في ظل هذه الاحداث. رغم ان لبنان فيها المشاكل، رغم كده جم وقال لي احنا مصرين ان احنا نيجي مصر. إن يعني كان في اصرار من اللبنانيين بصراحه، يعني قلوبنا كلنا معاهم. ومن فلسطين دكتور مصطفى معتصم عديله جاي من فلسطين وقال انا يعني طبعا احنا يعني كل الشعب المصري بيدعوا لهم وان المجزره دي تنتهي. طيب خليني ارجع للمهرجان تاني واتكلم عن، خلينا نقول ان احنا الجيل الجديد جيل ده جيل خلاص مهم جدا جدا جدا. فكره ان الجيل الجديد برضو خلينا نبقى متفقين ان معظم الجيل الجديد هم مش عارفين سيد درويش ولا طبعًا طبعًا ولا حتى الاسماء الكبيره بتاعت زمان. صح. ففكره ان انا اربط الماضي بالحاضر ده حاجه مهمه وهدف مهم. هل انتم من خلال المهرجان الموسيقى العربيه اهتميتوا بده او بتهتموا بالموضوع ده؟ في اهتمام، لان دلوقتي الدوره دهيت فبص تلاقي في ناس مثلا مطربين اللي هم يعني فترات اللي قبل كده. هتلاقي علي الحجار، هتلاقي مدحت صالح، هتلاقي هاني شاكر، دول عظماء بتوعنا. أكيد. يعني هتلاقي حاجات حديثه برضو. يعني هم برضو علشان الشباب يحضر. تامر عاشور موجود، احمد سعد موجود، يعني فرق شبابيه موجود. تامر عاشور واحمد سعد، ففي خلط. ففي خلط هنا بقى السنه دي الشيء الجديد، الماضي بالحاضر. الماضي بالحاضر. ان جاي في ناس وعلى فكره في ناس برضو بتغني تراثيات. يعني مثلا امبارح كانت في حفله جميله جدا، فؤاد زبادي من المغرب كان بيغني حاجات عبد المطلب. احنا عارفين فؤاد زبادي بيغني حاجات عبد المطلب القديمه. ففي مزج ما بين ان في حفلات بتبقى طبعا كلاسيكيه وحاجات شبابيه وفرق طبعا برضو من دول كتيره. وفي مهرجان قبل مهرجان الموسيقى العربيه كان في مهرجان القلعه. مهرجان القلعه كان فيه ميزه كويسه جدا، ان التذكره ب 60 جنيه، يعني بتعتبر مجانيه. يعني في متناول الجميع. يعني تخيلي ما بتدخلي مثلا حفله للفنان الكبير عمر خيرت وتسمع هاني شاكر وناديه مصطفى ومدحت صالح بتذكره ب 60 جنيه. فدي برضو من اهم الانجازات اللي برضو تحسب لوزاره الثقافه. أكيد. الحقيقه ان مهرجان القلعه ده انا شايف ان هو اهم مهرجان، اهم من الموسيقى العربيه كمان، لسبب ان هو يعني الشعار بتاعه زي ما انا بقول الموسيقى والغناء الفن للجميع. ايوه تعالى اسمع الفنان عمر خيرت وتسمع فنانين عظماء باجر رمزي. طبعا الحفلات السنه دي رغم الاحداث ولكن في يعني في تذاكر، يعني حفلات اتباعت من قبل اساسا ما يتم، من قبل المهرجان ما يبدا اصلا. بس ده اول مهرجان يكون فيه 45 حفله، يعني هل دي زياده دي كبيره ولا ده كنوع من لا كتير السنه دي طبعا. لان اقول لحضرتك دلوقتي احنا عندنا في القاهره حوالي 7 مسارح. يعني في كل المسارح كلها شغاله في وقت واحد. فعندك حضرتك المسرح النافوره، المسرح الكبير، وحتى وعندنا المسرح الصغير، وعندنا مسرح الجمهوريه، وعندنا معهد الموسيقى العربيه. كل دول شغالين في وقت واحد، يعني خمس. وفي اسكندريه شغالين اوبرا دمنهور شغالين،
في اسكندريه طبعا معروف مسرح سيد درويش. كل يوم عندنا حفله من الحفلات في المسارح. كل الحفلات دي شغاله في شغاله ورا بعض بس حفله واحده. ما بيعملوا حضرتك ايه بيعملوا مثلا بيجي الفنان مثلا علي الحجر بيغني النهارده في مسرح النافوره في القاهره، هتبصت لها بعد اربع ايام راح يغني في اسكندريه نفس الحفله بس في اسكندريه. فالفكره ان كل المسارح شغاله في وقت واحد. دي حاجه جميله جدا الحقيقه. طيب خلينا نتكلم برضو ان المهرجان اكيد ما بينساش تكريم بعض الفنانين، يعني تكريم الفنان علي الحجار، عفوا تكريم الفنان محمد منير ومحمد محسن. حضرتك شايف ان التكريمات دي ممكن بتدي كده دفعه او بتدي باور كده للاجيال الجديده؟ طبعا هو في عرف للمهرجان ان هو دايما بيكرم 12 شخصيه، حوالي 12 شخصيه متنوعين ما بين شعراء وملحنين او مطربين، وايضا بيهتموا بموضوع الخط العربي دايما يكرموا اثنين من والمعرض موجود على فكره برضو. معرض الخط العربي موجود. فالسنه دي تم تكريم من الناس القدام طبعا العظماء بتوعنا، الشاعر الكبير حسين السيد، اسم الشاعر الكبير حسين السيد ومأمون الشناوي، دول طبعا عظماء عملوا حاجات لعبد الوهاب وحاجات كتيره، ومأمون الشناوي عملوا ام كلثوم، فدول باسم شعراء الشعراء تم تكريمهم السنه دي. بالنسبه للموجودين الحاليين طبعا الفنان محمد منير، ومن الشباب طبعا كان محمد محسن، ده تشجيعا برضو للشباب، وفي نفس الوقت كرموا الشخصيات العربيه، شخصيات عربيه زي مثلا لطفي بشناق تم تكريمه وايضا هذا العام، وهو عمل يعني حفله جميله جدا. الحقيقه مهرجان مهم جدا يعني، وكميه الفعاليات اللي انتم بتقدموها للناس والتنوع في الحفلات كمان يعني شيء حلو جدا. يعني طبعا التنوع ده مهم على اساس الشباب اساسا، ما قلت لحضرتك ما اعرفش مين سيد درويش، فاحنا بنعرف وفي ندوات بقى بنعملها على هامش برضو بنتكلم عن يعني حتى انا في الاوبرا عملت ندوه من لسه من شهر عن بليغ حمدي مثلا عشان نعرف الناس بليغ حمدي، كان الحفله برضو كلها تبقى كامله جدا وكان في شباب بيحضر. فالموضوع احنا عندنا حركه حراك ثقافي يعني اليومين اللي فاتوا دول بشكل مهم جدا. عندنا نشاط فني ومهرجانات، منها كان مهرجان العالمين من كام شهر حقق نجاح كبير جدا، فانا شايف ان دي القوه الناعمه بتاعت مصر. احنا بنستعيد قوتنا الناعمة مرة أخرى بأهمية دور الفن ودور المهرجانات وهذه هذه الأنشطة اللي احنا عايشينها في السنوات الأخيرة. فأنا شايف إن ده مهم جدا جدا لعودة الريادة المصرية وعودة القوى الناعمة لمصر مرة أخرى. يعني بشكر حضرتك وبتمنى لك وطبعا كل التوفيق. انت نورتنا حضرتك وشرفتنا، وانا سعيده جدا بوجود دوره زي يعني او زي المهرجان الموسيقى العربيه، لان بيجتمع الحقيقه كل دول العالم والدول العربيه طبعا، وبنوري للجيل الجديد او ولادنا او شبابنا اللي مش عارفين الرموز والقيم بتاعه بلدنا وبقيه الدول العربيه. نورتنا وشرفتنا الموسيقار عفوا الناقد الموسيقي الكبير اشرف عبد الرحمن، كل الشكر. نورتنا وشرفتنا. يعني احنا اعتقد احنا كده حلقتنا خلاص، احنا خلصت من هنا من الاستوديو. يعني يا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم. ديما كان يومك سعيد ان شاء الله، واحنا لسه مكملين حلقتنا. احنا حلقتنا خلصت من الاستوديو لكن احنا لسه مع حضراتكم، وهنسيب حضراتكم مع زميلتنا نورهان في تغطيه وجوله لبطوله الجمهوريه للشركات للكانوي والكاياك. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي برنامج يوم سعيد على قناة محور. احنا النهاردة هنكون مع حضراتكم على ضفاف النيل علشان نعرف معلومات وتفاصيل اكتر عن رياضة الكانوي والكاياك، واللي بتشبه الى حد ما رياضة التجديف ولكن بتختلف في بعض القوانين وطريقة الممارسة. فتعالوا دلوقتي ناخد حضراتكم في جولة علشان نعرف تفاصيل ومعلومات اكتر عن رياضة الكاياك والكانوي. احنا مع
معانا استاذ اسامه نايف، هو واحد من المتسابقين في رياضه الكاياك، هيعرفنا اكتر امتى بدا حبه للرياضه دي وامتى بدا يمارسها. صباح الخير. صباح النور. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. الحمد لله. احكي لي بقى امتى بدات تمارس رياضه الكاياك؟ هو دي عن قريب جدا، يمكن ما فيش 3 سنين كده، لكن نزلت سباقات بقالي سنتين بس، لكن لعبت سنه تدريب بس كده، لكن سنتين لعبتهم الحمد لله كياك. طب كنت بتمارس قبلها اي رياضه مائيه سهلت لك ان أصلاً انت اصلا سباحه وتاديف؟ سباحه وتاديف. سباحه يعني الحمد لله رب العالمين، حصلت على بطوله جمهوريه برضو. طب التاديف سهل لك يعني ان انت تلعب كاياك، يعني بيعرفك المبادئ الاساسيه؟ طبعا طبعا، ولازم اي سباحه اي حاجه اعتماد على الله ثم على السباحه. السباحه لازم في اي رياضه مائيه لازم تكون بتعرف تعوم وبتعوم كويس كمان، فالحمد لله رب العالمين. ايه اللي شدك ان انت تلعب الكاياك؟ والله المنظر العام، الشكل الجمالي بتاعها، لكن انا اصلا لعيب تاديف ودخلت منتخب في التاديف وحصلت على بطوله جمهوريه وسبني الدولي في التاديف وحصلت على السباحه بطوله جمهوريه برضو الحمد لله رب العالمين. رياضي من صغري، انا عندي 58 سنه ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. بتفرق طبعا الرياضه مع حضرتك في جسمانيا ونفسيا؟ طبعا أكيد. طبعا طبعا يكفي الواحد يعني على الاقل يعني خفيف على الارض شوي، لكن هي طبعا اللياقه والحمد لله رب العالمين. بنمارس رياضه من صغرنا الحمد لله. يعني ان انت تبتدي اليوم بالفيو الجميل ده في الهواء ده اكيد طبعا جميل جدا، حاجه جميله. طيب شاركت في كام بطوله قبل كده؟ تهديف يمكن اكتر من مثلا حوالي عن 15 سنه متتاليه. 15 سنة متتاليه. السباحه على طول جنب التهديف برضه في حدود برضه 15 سنه برضه السباحه. ناوي تكمل في الكاياك؟ الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله، لان لعبه ظريفه جدا برضه يعني بتشد الواحد صراحه. وبكره عندنا سباق تهديف ان شاء الله، في بكره سباق تاني بامر الله. يعني حضرتك لسه مستمر برضه في رياضه التجديف؟ ده سباق شركات، احنا نازلين كياك وتهديف وسباحه. انا لسه مخلص سباحه في بورسعيد ما شاء الله. الله يخليك، ربنا يديك الصحه. شكرا لحضرتك. الله يخليك، كتر خيرك. احمد خالد بيمارس رياضه الكاياك اكتر من 9 سنين، هنعرف منه دلوقتي ايه اللي جذبه ليها وعرف بالكاياك منين. صباح الخير. صباح النور. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. يمكن رياضة الكاياك مش منتشرة قوي في مصر أو مش واخدة حقها، سمعت عنها منين؟ إيه اللي شدك إن أنت تمارسها؟ الموضوع الأول كان فكرة اللي هو أنا نازل أتبسط مع أصحابي، أجي أطمع أجرب يا جماعة إيه الرياضة دي؟ بعد كده لقيت الموضوع دخل، طب ما أنا أجرب أشترك في الموضوع، جايز يبقى الموضوع لطيف. يعني حتى كان بدايتي أصلا في النادي اللي إحنا فيه بالفعل، النادي اليخت. تمام، طب ما أجرب يا جماعة، جايز الموضوع يعجبني لطيف، تمام أوكي أخد التجربة. بعد كده دخلت بقى طريق اللي هو فكرة السباقات من ثم المنتخب وهكذا يعني. طيب يعني كنت بتمارس أي سباحة مثلا تجديف ولا أنت دخلت على طول على الكاياك؟ لا لا لا، في الأول عديت على كذا رياضة، ووتر بولو في سباحة في الكلام ده كله، لأن هو أساسا يعني إحنا قاعدة من قواعد النادي أو الاتحاد عامة إن أنت شرط أساسي تكون إجادة السباحة. ليه؟ لان انت بتقدف، احنا لازم نراعي السيفتي بتاعت اللاعب الاول قد ما هنراعي فكره انت مجرد هتنزل سباق. فلازم بتعمل زي تيست للسباحه، للياقه البدنيه، لطريقه تعاملك في المواقف نفسها عشان تقدر تمارس اللعبه. احنا في النيل يعني لازم تبقى بتعرف سباحه، ده اساسي. ما بالظبط، يعني ما ينفعش ان واحد مثلا عايز يجرب ومش بيعوم. لا احنا بنتكلم كنوع كان مور بروفيشنالي، لكن كفكره بالظبط، لكن كانبساط او كده لا. انا كده بياخد لايف جاكيت، بياخد الانستراكشنز المعينه اللي تخليه يبقى قادر. انا بتكلم لو حد عايز يعني ياخد طريق الاحتراف لازم اكيد يبقى بيعرف بيمارس السباحه، وهيتعلم السباحه مع الوقت، يتعلم اداره المواقف نفسها ازاي عشان يبقى قادر على ممارسه. بتتدرب كام يوم في الاسبوع تقريبا؟ حوالي 6 ايام ويوم راحه. في بعض الاوقات بنضطر طبعا لو في بطوله او غيره بنضطر بقى ان احنا نزود الجرعات التدريبيه اكتر شويه. هي رياضه متعبه يعني، التدريب متعب، بتاخد وقت. هي للاسف تبان للعين ان هي رياضه سهله لطيفه والكلام ده كله، هي بتفصل المود شويتين بس. لا هي رياضه عنيفه. يعني هي انت ممكن في تمرينه صغيره تحرق كميه كالوريز كتيره جدا بمجهود بدني فظيع.
فلا هي رياضه تبان مسالمه، لكن لا هي من جواها يعني هي رياضه. اللي بيتفرج هيبقى شايف ناس بتقدم في قارب صغير، يعني ايه الصعب اللي فيها؟ بس هي لا، رياضه شاقه متعبه مش سهله. هي رياضه يعني هي المد لا تقل اهتمام او طاقه عن بقيه الرياضات التانية، بل بالعكس ممكن تعدي رياضات تانية كتير. هي تعتبر لعبه قتاليه، بتحرق فيها كتير، بتتعب. كمان بيبقى التدريب او بيبقى الصبح ولا مش هيفرق؟ يعني ممكن بتتدرب بالليل؟ ممكن، لان طبعا احنا ملتزمين بقوانين ملاحه، فممكن بيبقى 6 الصبح او المغرب، بس طبعا يفضل الصبح عشان بعد كده سواء طلبه او الناس في شغل او غيره يبقى قادر ان هو مثلا يخلص على الساعه 8 الصبح يروح شغله اللي هو على 9 مثلا، او اللي هو الوقت الطبيعي ماشي يومه بشكل طبيعي. بس خلينا نقول ان هي رياضه جميله، يعني انت بتبقى تفصل دماغك، بتفصل دماغك بمنظر النيل الجميل والهواء. ف انت بتفصل يعني النيل، انت بنص النيل بالظبط يعني. فاي حد بيتفرج علينا يتشجع ويبدا ياخد التجربه جدا. طب انا كنت واخد الموضوع تجربه الاول، لقيت الموضوع ضرب بقى وخلاص، يعني مشيت في طريق الاحتراف بالظبط، وما اثرتش لا على مذاكره ولا على شغل ولا اي حاجه، فالحمد لله يعني. شكرا جدا يا احمد، شكرا. احنا معانا عميد دكتور خالد سمير، نائب رئيس اتحاد الكانوي والكاياك، هيكلمنا اكتر عن اللعبه وقوانينها. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، ومتشرفين بحضرتك يا فندم، ومنورين البطوله كلها. ميرسي جدا دكتور خالد. عايزه اعرف اكتر عن البطوله اللي بتقام النهارده، وبرضو تكلمنا عن اللعبه بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول احنا لازم طبعا نقدم الشكر لحضراتكم على متابعة اللعبة والرياضات اللي احنا دايما بنقول عليها رياضات شهيدة، بس بعد دعم حضراتكم والإعلام وقناة المحور اللي بقت متواجدة دايما معنا في البطولات، ما بقيناش نقول رياضات شهيدة، بقينا بنقول رياضات ظهرت للأضواء، ابتدت الناس تعرفها، ابتدت الناس تشوفها، فواجب عليها تقديم الشكر لحضراتكم على تواجدكم معنا بصورة دايما. احنا النهاردة في بطولة الجمهورية للشركات، دي بتقام بين الشركات المصرية، مشاركة 5 شركات النهاردة في مراحل سنية مختلفة، تحت 40 سنة وتحت 50 وفوق 50. واحنا دخلنا اللعبة للشركات من سنتين، ابتدت ان هي الشركات تهتم، ابتدت تاخد لعيبة بعد اللعيبة ما بتبطل رياضة في احيان كتير، فاهتمامها وجودها في الشركات خلت اللعيبة تستمر في ممارسة اللعبة بدل ما يبطلوا. وكان من نجاح الاتحاد الحمد لله ان احنا دخلناها في الشركات، دخلت في اتحاد الجامعات، ودي كانت نقطة مهمة جدا، لأن معنى دخولها في اتحاد الجامعات كمان معناه إن الجامعات ابتدت تهتم باللعبة. كان زمان بنقول إن فوائد اللاعبين في الثانوية العامة إنها تلعب بطولة تاخد درجات الحافز الرياضي، درجة أو درجتين أو 10 درجات، ما بقاش الوقت هو ده الهدف الوحيد، بقى الهدف دلوقتي إن الجامعات ابتدت تدي سكولرشيب. سكولرشيب للاعبين يعني اللاعب المتميز رياضيا بياخد خصومات بتصل الى فول سكولرشيب، يعني خصم كامل من مصاريف الجامعات، وابتدت جامعات كتير تدخلها وخاصه في لعبه الكانوي والكياك. بعد ما ابتدت اللعبه تنتشر بدعمكم وبدعم وزاره شباب الرياضه، فده بقى حافز كبير للرياضيين ان هم يخشوا الجامعات وان هم ما يبطلوش. فدخولها في الشركات ودخولها في الجامعات والاتحادات النوعيه ادى الى اهتمام الجميع ما بعد المرحله السنيه الثانويه العامه ومرحله الجامعات، وبعد مرحله الجامعات ابتدوا يكملوا، والانتساب للشركات والهيئات القوميه والحكوميه عشان يكملوا في بطولات الجامعات. يمكن انت يعني ده بيبقى تشجيع منكم للناس ان هي تشترك في الرياضه دي، وان هي لان يمكن هي رياضه مش منتشره بشكل كبير، مش متعارف عليها بشكل كبير، فده ان هو ان الطالب يبقى عارف ان انا لما اشترك في الرياضه وادخل في بطولات فده هيفيدني، فده تشجيع منكم ليهم. هي طبعا دي حقيقه ما فيش كتير يعرفوا عنها، ولكن طبعا هو دعمكم ده ليه عوامل كبيره جدا في انشاء اللعبه. وفعلا اللعيبه دلوقتي بقت مرحله الثانويه العامه كتير بيخلصوا ثانويه عامه وبيبطلوا رياضه. طب بعد ما خلص الثانويه العامه هو ليه حافز تاني ان هو في الجامعه هيكمل الرياضه، وطول ما هو بيشارك وبياخد بطولات الجامعه بتديله حافز رياضي سكولرشيب كل سنه. يعني لو لعب اول سنه وبطل السنه الثانيه مش هياخد نسبه الخصم. طب السنه الثانيه نفس الموضوع، فلازم يستمر، فعنده حافز ان هو يستمر والحافز الموجود لحد ما يخلص الجامعه. طب بعد ما يخلص الجامعه وعايز يشتغل، فابتدت الشركات دلوقتي تدور على اللعيبه اللي بتمارس اللعبه علشان تتعين في الشركات في المجال بتاعها، وفي نفس الوقت تمارس فيه بطوله الشركات، فبقى اللاعب في استمراريه في ممارسه النشاط
وبترق فيه بطولة ماسترز، فده معناه ان هو لحد السن الكبير زي ما حضرتك شايفه ان فوق 40 وفوق 50 ومستمرين في ممارسه اللعبه. هو عنده حافز فكده في استمراريه في اللعبه في جميع الانديه وفي جميع الهيئات تقدر تستمر اللعبه بصوره مستمره. في شروط معينه للاشتراك في المسابقه؟ طبعا من ضمن اول الشروط طبعا اجاده السباحه، لان اللاعب ممكن يقع في الميه وبيحصل له تدريب في بعض في النوادي اللي هو بيتدرب فيها، التدريب على انقلاب المركب وانه يعدل المركب تاني، التدريب على التوازن لان اللعبه محتاجه بالانس عالي جدا، فمحتاجه ان هو يبقى يتسم بالتوازن، بعض الاختبارات اللي بتتعمل له عشان لما ينزل ميه يتوفر عوامل امن والسلامه وما يحصلش اي مشاكل في الميه. ايه عوامل الامان اللي بتبقى موجوده علشان يعني لا قدر الله لو حصل اي حوادث او اي مشكله تبقى انتوا على استعداد لمواجهتها؟ هي عوامل امان طبعا زي ما حضرتك شايفه ان هو لازم على طول يبقى اللاعب في مركب متواجده معاه، المدربين موجودين، سياره الاسعاف موجوده مع المسعفين في جميع البطولات لاي طوارئ موجوده، في نفس الوقت بيبقى تغطيه المجرى المائي من المسطحات المائيه من الجهات المسؤوله بصوره مستمره. مع المبتدئين بيقدروا يلبسوا اللايف جاكيت، بيلبسوا بعض عوامل النجاه اللي هي مع المبتدئين، ولكن بعد التدريب المستمر والتمكن والتحكم في المركب بنبدا ان هو يشارك في البطولات طبعا بدون لايف جاكيت دي في البطولات المختلفه. اكيد. شكرا جدا لحضرتك، اتشرفنا بحضرتكم، بنشكركم تاني جداً على تواجدكم المستمر معنا. شكرا. معنا كابتن محمد فتحي، هو حكم ممتاز في الاتحاد المصري لرياضه الكانوي والكاياك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكم النهارده معانا. كابتن محمد، عايز اعرف من حضرتك النهارده البطوله اللي بتقام، كلمني اكتر عنها. والله النهارده البطوله اللي موجوده عندنا النهارده هي بطوله الشركات او بطوله الجمهوريه للشركات، ودي بيبقى او المنظم ليها هي اتحاد الشركات بالشراكه او بالاشراف من الاتحاد المصري للكانوي والكاياك، ده اللي بيبروفايد البطوله بالطاقم الحكام والتحكيم وكده. وطبعا النهارده كان يوم يعني جميل الحمد لله، المجرى النهارده زي ما انتم شايفين كده التيار كويس والاجواء ملائمه جدا للمنافسه، وكان في منافسه كبيره جدا بين الشركات، وخلينا اقول ان في اكتر من شركه بتنافس النهارده بعدد لاعبين فوق ال100 لاعب. طيب في اكتر من حكم بيشارك في المسابقه، ايه الرولز او القواعد الخاصه بكل حكم؟ يمكن زي ما حضرتك تفضلت كده، احنا في اكتر من نوع من انواع الحكام بيبقوا متواجدين في اي بطوله، مش بس البطوله دي، احنا بنتكلم على حوالي 5 انواع من الحكام بيبقوا موجودين، لازم موجودين في كل بطوله. انا يمكن الرول بتاعي النهارده حكم مراقبه، وده يمكن اللي بنبتدي بيه. حكم المراقبه ده اللي بيجي عنده اللعيبه والمراكب، بيطمن على اللعيبه ان طبعا بيبقى في اعمار معينه لكل سبق، بيبقى بيطمن على التراخيص بتاعتهم، على الاعمار، على السن، على السيفتي، على الارقام بتاعتهم، وبالاضافه كمان للمراكب. وبعد كده بينتقلوا بعد ما بيخدوا او بيعدوا معنا على نقطه المراقبه، يبتدي بعد كده يتم تجهيزهم عشان يروحوا لنقطه البدايه، دي النقطه اللي بيبتدي عندها السبق. يعني دي الخطوه الاولى يمكن. الخطوه الاولى بالظبط. بيجي مندوبين، بيجي اللي هو مندوبين الانديه باللعيبه بتاعتهم، بيبتدوا يتشيك معانا، بنتشيك على كل الحاجات اللي انا ذكرتها لحضرتك قبل كده، وبعد كده بينتقلوا للنقطه الثانيه، بيبداوا زي ما انتم شايفين هنا برده كده معانا، بيجوا على نقطه البدايه، ويبتدي بعد كده حكم الاصطفاف ده ثاني حكم عندنا، يبتدي ان هو يوقفهم على لاين، وبيبقى معاه حكم الستارت. حكم الستارت ده هو اللي بيأذن ببدء السباق، وده برضو هو ده المفروض ان هو بيبقى مع حكم الاصطفاف، بيبتدي ان هو يشوف اول لما المراكب تكون واقفه بنفس السيكونس، يبتدي بعد كده يديهم نقطه البدايه او يبتدي السباق يبتدي. وبعد كده اثناء السباق ما هو بيبقى شغال، بيبقى فيه حكم اسمه حكم المجرى او المجرى، ده بيبقى مرافق للمراكب عشان طبعا لو في اي مخالفات او حتى تامين للمراكب اللي بتسابق. واخر حكم معانا بيبقى حكم نقطه الفينش او نقطه النهايه، وده اللي بيريكورد طبعا النتائج بتاعه السباقات او بتاعه المراكب اللي مشاركه في السباق. يعني هي عامله زي خطوات كده، كل حكم ليه دور معين بيقوم بيه. بالظبط كده. يعني حضرتك بتخلص دورك، الحكم التالي بيقوم بدوره لحد ما يخلص السباق او تطمنه ان الدنيا تمام وعدت على خير. بالظبط كده. شكرا جدا لحضرتك. شكرا ليكي مسجله. شكرا. بيشرفنا يكون معنا كابتن مصطفى أبو زيد، أمين صندوق نادي يخت الجيزة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وقناة المحور. أهلا كابتن مصطفى، يعني حابة أعرف من حضرتك الدور اللي بيقوم به نادي يخت الجيزة في إقامة البطولات والمسابقات الخاصة برياضة الكاياك.
وهي نادي يخت الجيزة نادي رياضي اجتماعي تبع وزارة الشباب والرياضة، أنشئت من السبعينات ودخل. احنا بالنسبة لنا ملعبنا هو المايه، لان احنا على النيل، المجرى المائي المثالي للتجديف والكياك والكانوي. فدخلنا اللعبة دي سنة 2014 كياك والكانوي واهتمنا بيها، والحمد لله بقى عندنا فريق في جميع المراحل السنية وبتغذي منتخبات مصر الحمد لله، وخدنا بطولة الجمهورية أكثر من 4 مرات وكأس مصر برضو الحمد لله، ومعظم شبابنا في المنتخب بيمثل مصر في البطولات العربية والأفريقية. ايه الدعم اللي بتقدموه للمشاركين؟ الدعم، نوع الدعم اللي بتقدموه للمشاركين، التسهيلات اللي بيحصلوا عليها؟ حقيقي يعني الدعم بقدر المستطاع، يعني بنحاول نوفر للاعبين ادوات اللي هي المراكب والمقاديف بقدر المستطاع، بنراعي اللاعبين على قد امكانيات النادي، والحمد لله نشارك في جميع المباريات والبطولات، والحمد لله عندنا فرق كويسة في جميع المراحل السنية. ابتدت رياضة الكاياك والكانوي انها تنتشر في مصر، يعني مؤخرا بدأ ناس كتير يعرفوا عنها، يمكن ده ما كانش موجود قبل كده، ما كانش ناس كتير تعرف عنها او تسمع عنها. هي لعبة ممتازة طبعا جدا، وهي حتى في الهواة كتير، أنا بسافر برا ومثلا في دبي بلاقي أفراد واخدين المركب وينزلوا بيها اجتهاد خاص يعني مع نفسهم كناحية ترفيهية، وهي دخلت مؤخرا مصر، بس يعني حقيقة عايزة دعم كويس من الوزارة ومن الاتحاد عشان نقدر نعمل فرق تنافس في البطولات الدولية. يعني احنا بنقدر ناخد مراكز في البطولات العربية والأفريقية، لكن البطولات الدولية يعني محتاجين جهد زيادة، لان حضرتك عارفة النهاردة عشان تعملي بطل لازم يبقى فيه صرف كويس، اكيد رعاية في جميع الاتجاهات. فانا يعني بنناشد وزارة الشباب والاتحاد الكياك والكانوي يزودوا الدعم للاهتمام والرقي بهذه اللعبة. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. شكرا. مفيش اجمل من انك تمارس رياضه مائيه على ضفاف النيل وتستمتع باجواء النيل الجميله اللي يمكن ملهاش مثيل في اي مكان في العالم. اي حد بيتفرج علينا بس يكون بيعرف يعوم يتشجع ويبدا ان هو يمارس رياضه الكاياك. بكده تكون خلصت فقرتنا النهارده، لكن هنشوفكم بكره في حلقه جديده من برنامج يوم سعيد.